نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز، اللي طبعا خلال الفترة الماضية كان المفروض ان هو يجدد عقده، طلب 10 مليون جنيه من اجل تجديد تعاقده، والراجل يعني في كلام من مسؤولين هيجدد ولا مش هيجدد، في شوية كلام كده في التجديد. لكن عماد او نبيل عماد دونجا واحد من لعيبة المستقبل للكرة المصرية، يعني حتى في علامات استفهام على عدم ضمه لمنتخب مصر، واحد من اللعيبة اللي مبشرين جدا للمفروض يكون من القوام الأساسي لمنتخبنا الوطني، لكن أعتقد كان عنده إصابة بسيطة، ودي وجهات نظر للجهاز الفني، ما بنضغطش على حد، وهو أدرى طبعا، لكن لعيب بموهبة نبيل عماد دونجا لازم يكون ليه تواجد في الفترة القادمة، لأن احنا نادينا كتير بوجود عماد دونجا في منتخب مصر، واخيرا اجيري خده. يمكن من الحاجات الحسنه، من يعني الحاجات القليله جدا لاجيري المدير الفني، وجود نبيل عماد دونجا في منتخب مصر وظهوره بشكل كويس.